أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الرابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع الرابع. كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم، سنتناول قصة موت موظف. هذه القصة تتحدث عن مسؤول حكومي بسيط. بينما كان في المسرح، عطس على رأس رجل كان يجلس أمامه، وصادف أن يكون هذا الرجل هو الجنرال، والذي هو مسؤول حكومي رفيع المستوى. يقضي إيفان المساء واليوم التالي محاولاً الاعتذار وانتزاع الغفران من الجنرال الذي قام بالعطس عليه، لكنه لم ينجح في ذلك، وبدلاً من ذلك نجح بإخراج موجة من الغضب الموجه إليه من قبل الجنرال. صدم هذا الموظف وعاد إلى منزله واستلقى على الأريكة ومات بسبب الإجهاد الهائل الذي تعرض له من بعد تحمل هذا الرعب. إذن هو كلف نفسه أكثر من اللازم بالاعتذار، وظل يلاحق الجنرال يحاول انتزاع الغفران، لكنه لم ينجح بذلك وأدى ذلك إلى موته ووفاته. بالطبع عزيزي الطالب، سنقوم بتحليل هذه القصة وأيضا بحل الأسئلة من خلال ورقة العمل التي سأعطيها لكم. هذه هي بعض الأسئلة التي سنقوم بدراستها. سنراجع المفردات المخطوط تحتها، نستخرج معناها ونوظفها في جملة من إنشائنا. تتقلص الأسلاك في الشتاء. لا تصدق ما قلت، كنت هازلاً. استشاط صالح غضباً بعدما أخبره صاحبه أن كل ما يقوله هراء، وتلعثم في قوله وخرج هائماً لا يدري إلى أين يذهب. السؤال الأول، اربط بين القصة والواقع من حولك. عزيزي الطالب، الواقع الذي نعيشه حولنا يعج بقصص وحوادث تلتقي مع هذه القصة. ترتكز هذه القصة على الطبقية التي تعالجها من خلال تسلط أصحاب المناصب والسلطات على من هم أقل درجة من العمل. مثلاً، نشوء شخصيات ضعيفة نتيجة لوالدين يقمعان أطفالهم. ومؤخراً سمعنا عن قصة حمد الخياطة التي توفيت بعد تعنيف سيد العمل لها، سأعطيكم تفاصيلها خلال الحصة. نبين عناصر القصة وسنرسم رسماً بيانياً يمثل عناصر القصة من خلالها. بعد ذلك سننتقل إلى كان وأخواته، وهو ليس بالدرس الجديد عليك عزيز الطالب. تعرف أن كان وأخواتها أنها أفعال ناسخة تغير في الاسم الذي تحتويه الجملة الاسمية، وتغير من حركة إعرابها، حيث تعمل على رفع المبتدأ الذي يسمى اسمها، وتنصب الخبر الذي يسمى خبرها، كما تسمى أيضاً بالأفعال الناقصة، حيث تدل كان وأخواته على معنى مختلف وناقص، لا يرفع كالفاعل ولا ينصب كالخبر. كان وأخواتها هي كان، ليس، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. ولكل من هذه الأفعال معنى محدد تخبر عنه بالخبر بحسب الحال. أنواع الخبر في كان، تماماً كما هي أنواع الخبر في الجملة الإسمية. مفرد ليس شبه جملة أو جملة، مثل بات الحارس ساهراً. جملة إسمية، مثل أمس المريض حالته مطمئنة. شبه جملة، مثل ما زالت الطائرة فوق السحاب.
شبه جملة جار ومجرور، ما برحت الصناعة من أهم الموارد الثروة. أيضاً سنناقش خلال هذا الدرس معاني كان وأخواتها. كان تفيد وصف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، صار تفيد تحول المبتدأ من حال إلى آخر، ليس نفي، أصبح تفيد توقيت المبتدأ بالخبر في فترة الصباح، أمس تخبر عن المبتدأ في فترة المساء، بات وقوع الخبر في وقت الليل بطوله، أضحى تفيد توقيت المبتدأ بالخبر في فترة الضحى، ظل تفيد الاستمرار، ما زال تفيد أيضا الاستمرار، وبرح فتئا فك. هنا مثال على الأسئلة التي سترد في ورقة العمل. سنحدد الفعل الناقص والمعنى المستفاد منه كما يظهر أمامكم على الشاشة. عزيزي الطالب، هذا هو عرض بسيط لما سنقوم بشرحه وتفصيله خلال الأسبوع الرابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.